اعزائي المشاهدين، كاس مصر للاسماعيليه، للنادي الاسماعيلي. تدي الكاس لمين وتهديه لمين دلوقتي؟ الامور اسماعيليه. ومين تاني؟ ومين تاني؟ اقول لك حاجه ما تزعلش، وديه للكابتن صالح سليم. الحب يا جماعه بيخلق النجاح والقدوه وكل حاجه. انا بقى بنحب وبنحيي النادي الاهلي، لان كان ممكن احنا نبقى خسرانين النهارده، بلاش غرور، مشوار طويل وادينا ربنا وفقنا.